وبركاته. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة إن شاء الله مع اللجنة بنجري الفرز واختيار الفائز في الحلقة 23. لسه معنا 8 جوائز، يا ترى مين النهاردة معنا؟ اتفضلي ميسز نهاد، دولي 8 جوائز، اختاري منهم أي ورقة تعجبك عشان نحدد جائزة النهاردة. أفر بس شوية كده نقلبهم كده، ماشي؟ هم قليل، هما أصبحوا عدد قليل يعني، فهنحاول نختار واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الوفاء جروب للتجارة والتوريدات قبال الدعاية والإعلان، دي الجائزة بتاعتنا النهاردة. النهارده معنا جايزتين، اللي وفاء جروب فرع كامينا اللي على البحر بيقدم قسيمه مشتريات بقيمه 100 جنيه، وكمان شركه قبال للدعايه والاعلان بتقدم هديه جميله جدا وقيمه جدا. ان شاء الله الايام الجايه دي هبدا في الفيديوهات اوريكم شكل الهدايا اللي معنا. اتفضلي مس رضوى النهارده تقلبي كده وتختاري فايز النهارده. ترى مين سعيد الحظ اللي هيفوز النهارده بجايزتين؟ زياد علاء جمعة، الصف الرابع الابتدائي. ألف ألف مبروك زياد. زياد طبعا بيشارك من أول يوم يوميا، النهاردة فاز هوت. شاركوا معنا كل يوم، إن شاء الله كل يوم فايز جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين.